Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, one of the poorest eastern suburbs of Paris. Dozens of young people launched a pitched battle against law enforcement officials. The confrontations lasted 3 weeks and spread throughout France. Octobre 2005, Clichy, en Seine-Saint-Denis, s'embrase pendant trois longues semaines d'affrontements entre jeunes en colère et forces de l'ordre. Le chêne pointu dans le bas Clichy. La cité idéale des années 60 a pris des allures de cauchemar urbain. Regardez-vous, la porte commencée. La jungle, il est ici. Bon, j'ai pas le choix. J'ai laissé là-bas, j'ai pas le choix, j'ai venu. Voilà. La famille d'Ansoko vit depuis 10 ans dans ce logement avec leurs 6 enfants. La mère est femme de ménage et le père, ancien agent de sécurité, il paye 700 euros de loyer pour un appartement devenu invivable. Tous les halls se ressemblent un peu, hein, à part l'incendie dans le... Que personne ne passe rien. Pareil, d'autres jeunes qui peuvent naître et grandir ailleurs, ils ont quand même moins de chance que d'autres. Cette fois, le plus grand pays de Paris, Clichy-sous-Bois, qui est connu en 9-3. مو هنا يا الاخوان راه كتعتبر هاد البلاصه هذيك اخطر حي كاين هنايا في باريس. غنمشي نضرب واحد التركيله نشوفو هنايا كيفاش داير حي شعبي في باريس ريجون باريزيان داير ان شاء الله اليوم. خليكم معايا فلوق جديد، مرحبا بكم في لاشين. مو اخوان دابا 12 ديال العشيه الاخوان، جينا نضرب واحد التركيله هنايا السم ديال البرد الاخوان. حنا راه شهر 12، كاينه واحد تقريبا من شي درجه ولا جوج دابا. يلا دير السمطه ديالك ونبداو الرحله ديالنا الاخوان في هاد الحي الشعبي ديال كليشي سوبوا 9-3. هاد البلاصة هادي بعيدة بزاف على السونتر ديال باريس. الإخوان هاد البلاصة كتعتبر نو جو، فهمتي؟ الناس نورمالمون ما كيجيوش ليها كاع نهائيا، حيت فيها فهمتي بزاف ديال انتوما شوفو الماكسي عشا دايما. هاي يضرب لي هاد الطوموبيل الكبير. هادا ما اخر هنايا هما الاخوان. هاد الحي كامل في لي زاتيلام، وهما في الناس اللي ما فحالهمش كيكريو عند في كاين فيه الكرا رخيص. وهنايا بيان سور كاين بزاف ديال السبوطات وعندهم كيبيعو فيهم المخدرات وداكشي، كعارفين نتوما ولا انا نقول لكم كيفاش دايره القضية هنا. هذا الاخوان سونتر كوميرسيال، هذا هو السونتر كوميرسيال اللي كاين هنايا في كليشي سوبا. كما كتشوفو فهمتي راه نص ديال الحوانت كلشي ساد، هادشي بحالنا مهجور. وكاين شي حوانت اللي محدودين هنايا، تا باقي راه كلشي ساد. واحد السوبر مارشي كاين هنايا، قال قعد من هنا القدام هاد لي زاشيليم كاملين غادي يحيدوهم، غيهدموهم وغادي يديرو بحال هادو هاد الصغار هادو اللي هنايا. والعمارة اللي غادي يطيحو دابا الإخوان راه هي هادي، هادا مات. المهم في كاع لي سيتي فهمتي راه كاين هادشي. هما نتوما الإخوان خلاو القفار، هادي راه شحال الساعة دابا، هادي وحدة ديال العشية، باش ندخلو بحالنا من هنايا. شوف هاد الكابتشر عاوتاني كامل بالشتا. كان ليها الجاجة ديالو لطيف. هنا بالليل سيرمون فهمتي كيبيعو سطيلة هكدا المسائل. الاخوان ديال الحاله كيفاش دايره في لي بونديو هنايا.
ندخلوا هذه العماره هذه نشوف كيفاش دايره من الداخل. وإخواني في رمضان ساكنين هنايا في هاد العمارة لي أنايا فيها. زبودي من الزبل مليوح إفريوير، باقي كاينين البركاسات. هاد العمارة شو كاملة محروقة، كنشعل فيها العافية وباقا ما صبغوها ما والو، مبقاش بحال هكا. شي كاملة شعل فيها العافية هنايا. طوموبيلات هنايا مليوحين، كلشي مفرقع. هانتوما الاخوة ولي على شكي داير هنا، هذا بوي. المهم الاخوان هكا كتبان لاسيتي من البعيد، كيما كتشوف راه كلها عشرة هادشي كامل عمارات، كل عمارة ما عرفت شحال مخشي فيها من واحد. المهم بزاف كيصحاب اليوم صراحة درجها كاملة، داكشي اللي قديت البيبان اللي كانوا محلولين دخلت اليوم صورت كيما ديك العمارة. أغلبية ديال العمارات كاملين دايرين بحال هكا، داكشي كامل مع الرسم دك دك، لي زاسونسور ما خداميش بلا ما كيطلع كاع دوك لي زيتاج. او فوالا اخوان فهمتي، باش تعرفوا بلي فرنسا راه ماشي سهله كما كيصحاب البنادم، راه غادي يجي لهنايا فهمتي، غادي يدير لاباس. هما هما فرنسيس براسهم، وهاد بروميير جينيراسيون دوزيام جينيراسيون اللي تزادو هنايا اللي كبروا هنايا براسهم مازال ما صوفا، باقي ما داروا والو. Ils parlent de Ketama, ils allaient même pas la chercher en Île-de-France. Même dans le même.